بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب العلاقات، كتاب مهم لتحسين العلاقات الزوجية بناء على إرشادات حكمة الحكماء. مقال بعنوان اكتشاف الذات وتقديرها. عندما تبتهل لله والذي هو بداخلك أيضا وتؤكد علاقتك معه، فإنه يمنحك شيئا ثمينا آخر لا يقدر بثمن، وهو اكتشاف الله في داخلك وبالتالي ذاتك الحقيقية. وكل الأفكار التي كونتها لنفسك أثناء المراحل المختلفة من تطورك إنما هي أفكار مؤقتة عابرة. أنت لست الجسد الذي يتبدل من حياة لأخرى أو أثناء الحياة نفسها. أنت لست هذا الأنا الذي يتأرجح ويترنح، ولست الفكر الذي يتذبذب باضطراب مستمر دون توقف. أنت لست كل ذلك، ولكن لديك كل ذلك ليخدمك لإيجاد نفسك، أي إيجاد ذاتك الحقيقية وإدراكها. أنت هذه الذات، هذا الجوهر، وما تبقى ليس إلا أدوات: الجسد، الفكر، كل أدوات أمام الذات الحقيقية. حتى الشريك يعتبر إذا ما في مركزية إله مع الذات الحقيقية، مع ذاته الحقيقية أيضا، أصبح هو سلعة. فاللي بينادوا بالحرية، إن كان حرية الرجل أو حرية المرأة، عبينادوا بحرية وهمية خارجية. الحرية الحقيقية بالتمركز حول الذات الحقيقية بفضل ترديد الاسم الإلهي والتأمل والصلاة، أي بفضل حوارك اليومي مع الله، ستكتشف ذاتك، قيمتك الحقيقية. وبقدر ما تكتشف ذاتك فإنك تخلصها مما يعيق توهجها ولمعانها. وكلما منحتها الفرصة للتغلغل والانتشار فيك، كلما منحتها الفرصة للتغلغل والانتشار فيك ازدادت ثقتك بنفسك، وبالتالي إن إدراك الفرد لقيمته الخاصة أمر ضروري لكل علاقة، لأن نقص تقدير الذات سبب هام لتردي العلاقة للأسوأ وانتهائها غالبا بالانفصال. نقص التقدير للذات بسبب تمركزها على مواضيع خارجية، منها تسليع الجمال، منها كلمة إطراء بمدح الأنا من الشريك، ممكن يؤدي لتعزيز الثقة ولكن ثقة وهمية لأن عم تتمحور حول الأنا الجسدي، ممكن بث روح طاقية بالشريك، أي معتقدات معينة برمجته على شيء، وتعزيز ثقته بنفسه بالتالي بيكون حول مركزي أيضا وهمي. لا يقصد أبدا تعزيز الثقة بالذات أن نعطي هذه النفحة الوهمية. بتوقع رح يشرح المقال بالضبط عن معنى المركزية الجوهرية للذات. وقد فهم المعالجون ذلك بشكل طبيعي، فهموا أن نقص تقدير الذات سبب هام
لتردي العلاقة للأسوأ وانتهائها غالبا بالانفصال. المفروض من كلا الزوجين تقدير الذات، بس أي ذات بدهم يقدروها. قد فهم المعالجون ذلك بشكل طبيعي، فقاموا بإجراء جلسات تدريبية لتنمية الثقة بالنفس. بعضها لم يكن سيئا على الإطلاق، ولكنها لا تهتم إلا بأعراض المرض وحسب، إذا بيعالجوا العرض لا بالأسباب في جوهرها أو بالتحديد في الذات. وهنا أيضا القاعدة بسيطة، ذاك الذي لم يتواصل مع ذاته لن يتمكن من تنمية الشعور الحقيقي بقيمته الخاصة. ربما يتمكن من إعطاء شعور بأنه واثق من نفسه، إلا أنه عند أول اختبار جدي نلاحظ أن بودرة التجميل التي غطى بها وجهه قد انحلت فور ملامستها للماء، أي عند ملامسة الواقع واختباراته. فكيف يمكن للإنسان أن يبقى واثقا من نفسه إن لم يكن حقا كذلك؟ ثقة بالنفس فوق مستوى النقيضين، مدح ذم، نجاح فشل، ربح خسارة. هذا ما يتحقق عندما تؤسس تواصلا وثيقا مع ذاتك، فتكتسب تقدير الذات الذي يتيح لك مقاومة اختبارات قاسية أكثر. وستعترض هنا الآن قائلا بأن هناك أشخاص لا يؤمنون بشيء ومع ذلك فهم واثقون جدا من أنفسهم. يجب التمييز إن كانوا فعلا واثقين من أنفسهم انطلاقا من قوة داخلية. يجب التمييز إن كانوا فعلا واثقين من أنفسهم انطلاقا من قوة داخلية نابعة من جوهر الذات نفسه، أي على أساس الروح، أم أن ثقتهم مبنية على أساس النجاح الخارجي الذي يعتمد على الملكية. الكثيرون يعتمدون بنجاحهم على التكرار لأنفسهم داخليا بمدى أهميتهم. في علوم طاقية بتأكد على هذا الشيء، تعزيز الثقة بالنفس نتيجة الإنجاز، أنجزنا كذا أنجزنا كذا، هي الثقة بالنجاح، هاي تعتبر مركزية وهمية غير الذات الحقيقية أيضا. الكثيرون يعتمدون بنجاحهم على التكرار لأنفسهم داخليا بمدى أهميتهم وبكثرة إنجازاتهم والشعور بالثقة الناجم عن ذلك، شعور هش، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على العالم وتقلباته المستمرة، وثانيا لأنه يبقيك معلقا بالنجاح، تعلق بأحد النقيضين بالنجاح أو مثل المكتئب التعلق بالفشل، هاي أساس السقوط. فإذا غاب النجاح سيذوب تقديرك لذاتك غالبا كذوبان الثلج في الشمس. ليكن إذا حاضرا في ذهنك أنه لا يجوز أن تبني تقديرك لذاتك على أساس الإنجازات، فالإنجاز يضخم أناك ولا يسمح لك بالتواصل مع ذاتك، بينما ينجم الشعور الحقيقي بتقدير الذات عن التواصل مع ذاتك، وهو لا يقوم على النجاح، ولكنه يتميز حقا بأنه راسخ لا يتأثر بالنجاح أو الفشل. هذا الإحساس بقيمتك الخاصة هو الدعامة الأهم في علاقتك. هون العلاقة طبعا علاقة زوجية بالتحديد. هذا الإحساس بقيمتك الخاصة، القيمة الجوهرية للذات المبنية على التمحور، التمركز نحو ذاتك الحقيقية التي هي الروح، أي المبنية على علاقة وثيقة مع الإله، هاي أساس النجاح، هاي أساس الإحساس بقيمتك الخاصة.
هو أساس السكينة والهدوء والتألق الذي سيتجلى على محياك وسيكون نابعا من قرارة نفسك. والآن توجد فكرة يصعب عليك الإقرار بها مع أنها تتضمن كل الحقيقة. العلاقة الزوجية للشخص الذي اختبر شعور تقدير الذات ستكون دائما إيجابية ومباركة، وهذه البركة تظهر لأنه لم يعد ينتظر من شريكه أمورا مبالغا فيها ويرغب أن يغدق بها عليه، معتقدا أن الاعتراف الخارجي من الشريك يزيد قيمته الخاصة. شو السبب؟ السبب أنه عنده ثقة حقيقية بنفسه، بذاته الجوهرية، بالجذب الروحي فيه، أي مرتبط أصبح بمركزية لا نهائية بداخل نفسه، وبالتالي ما رح ييأس حتى من ذم الشريك له، ما رح ييأس ويحبط لدى الهبوط بالعلاقة، وما رح يكون منتشي بشكل منتفخ بالأنا لدى صعود بالعلاقة. إذن لما تريد أن ترفع من شأنك الذاتي، أنانيتك يعني في عين شريكك، إن كنت راضيا عن نفسك؟ لما الخوف المستمر من الجروح والخيبات الذي يجعلك تبتعد داخليا في علاقتك وتبقى متمركزا على ذاتك؟ ما الذي يمنعك من تكريس نفسك لشريكك من كل قلبك؟ إن كنت مرتكزا على ذاتك الحقيقية، لما عليك أن تضغط على شريكك بمتطلبات الأنا، مثل عليك أن تكون جميلا أو أن تكوني جميلة، ناجحا أو عليك أن تكوني ناجحة، جذابا، ذكيا، ماهرا؟ من لم تكن مركزيته الذات سيتحول للبحث عنها في شريكه، وسيخضعه بالنتيجة إلى مطالب مبالغ فيها. لذا تكون متطلبات الأنا غالبا ثقيلة جدا على العلاقة، ولن تتمكن من تلبيتها. إنها مطالب تعتبر وهمية. ليه؟ لأنه عم يطالب الشريك بأن يتمركز حول ذاتك الأنانية. أما تقدير الذات فإنه يمنح الزواج أساساً وطمأنينة تتحكم بكل شيء. وإذا تبصرت في علاقتك ولاحظت أنك سعيد في حياتك الزوجية ولكنك لست مطمئناً أو هادئاً ولا يسودك شعور القناعة النابعة من أعماق الذات، أي بعبارة أخرى لم تكن على علاقة متينة مع ذاتك وغير واثق من نفسك بشكل خاص، فالسؤال الملح هنا هو: ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ استمتع، نعم استمتع وأفرح، لأنه لديك كل شيء، لديك علاقة بإمكانك تعزيزها بالتواصل مع ذاتك، وبيدك كل الوسائل لتقوم بذلك. ردد الاسم الإلهي عندما تشعر بعدم الاطمئنان، وفي الأوقات الأخرى أيضا ردد الاسم الإلهي. تأمل عندما لا تعرف ما يتوجب عليك فعله في أمر ما، وفي الأوقات المخصصة للتأمل أيضا قم بذلك. أطلب من الله العون لإيجاد طريقك. كن مع الله وعلاقتك ستكون أيضا، كن مع الله وعلاقتك أيضا ستكون مع الله، يعني ستكون بمبدأ التسليم لله، وبالتالي الحصول على قوة داعمة لا نهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.